يا حاجة دي ما تيجي نشوف. بعد اذنك بس الشنط هنا الامانات. بعد اذنك. ماشي اتفضل. شكرا بالفعل. لا لو عزمتيني على محشي اجي بحافظ على وزني. احنا معلش يعني انا حاولت اشوف لكم اي حاجة لكن كل طلباتكم المرة الجاية تبقى موجودة. ميرسي للشباب. شكرا. الشنطة بس ايه ده؟ الشنط كان دخل. لا اتفضل خد شنطتك اتفضل. لا ما مش تقريبا شالهم الاخ اللي كان شالهم في الحته. ايه ده؟ يا عباس هو عملها. نعم عمل ايه حضرتك؟ عملها. انت اديت له الشنطه؟ ايوه ما حضرتك اقول الرقم بتاعه. عباس ده ولد كويس جدا وابن ناس. بابا كان صاحب المكان ده. بابا ظروفه نيلت كده فباع المحل ليا. فتصور انت ابن صاحب المحل يشتغل شغله بسيطه موظف بسيط عندي. المشكله فتلقاه بيجيله ما انا هقول لك بقى المشكله بيجيله لحظه كده تلاقيه يعمل اوف تلقاه بقى تعبان نفسيا وبياخد الاكياس وبيهيم على وجهه. طرق الحاجه ومشي ولا لا إيه؟ لا 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 ارجوك ما تغلطش فيه. ما ايه هام ونام وقام ووقف وفي لا 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 قلت العام ولا وقف حضرتك بيهيم على وجهه. هام ونام وقعد وقام ايه اللي لا اللي انا بقول لحضرتك ده في الفعل عشان تبقى عارف عشان انا ما بغلطش في حد. حضرتك دلوقتي الشنط مش موجوده وبتقولي لي خدها ومشي يبقى ده معناه ايه؟ لا حضرتك بيهيم على وجهه. هات لو سمحت فهمينا انا مش فاهم دلوقتي يعني ايه يهيم على معلش يا خد بس دلوقتي انت كل شويه انت ده اخوك حضرتك حضرتك مالكيش دعوه بس طب انت ايه كل شويه اسكت 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 مش مديله فرصه يتكلم ليه يا فندم سعادتك خليكي معايا دلوقتي في حاجه لا يقول لك مالكيش دعوه حضرتك هات لو سمحت ما تتدخليش انا اخوك انت بتعمل الكاس بتوعك ده كلها ايه اللي كان فيها حاجات ب 300 جنيه طب يعني ايه 300 يعني ايه 300 يعني ايه 300 انا امبارح فكت 5 جنيه بشرفي حطاهم في جيبي فجاه ما لقيتش ولا مليم حزنت عليهم طب حضرتك دي 5 جنيه لكن يا ابني 300 جنيه بالنسبة لي ما انت حضرتك يمكن راكب عربية يمكن انت مليونير لا مالكيش دعوة براكب ولا مش راكب بتتكلم في يمكن انت مليونير وبعدين انت عملت انفعل وانت على فكرة باختصار عامل لي شرز انت لا شرز ولا حاجة شرز. انت مش شرز انت يعني شرز يعني مش شرز ولا عنيف انت قلبك قلب خصاية قلب خصاية ايوه واضح ان انت عايز في مش مزرع ولا حاجة تعال هنا تعال اقف تعال احضر احضر المصيبة اللي انت عاملها احضر احضر يا فاشل يا فاشل كنت فين يا عباس كنت هائم على وجهك اتفضل اهو كان هائم على وجهه هائم يا ابني الراجل ده واقف بقاله ساعه بيهزقني هو واخوه عشان يعجبك فين الهدوم خدت الاكياس ورميتهم في النيل عند الحته المزلقانه دي المدوره بيروح يقعد عند المزلقانه المدوره دي زي ما كان هو صغير يمسك السناره ويشتري السمك كان يقعد هناك في الحته استنى يا ستي استنى على جنب بقى استنى زي استنى بقى دلوقتي انا بكمل لحضرتك وهو طفل كان اسكتي لو سمحتي دلوقتي انت ما تتنطعيش خالص دلوقتي حته مدوره كده يقف عندها اسكتي خالص رميت الشنط يا عم انت يابا انت نمت ولا في ايه ما تتكلم رميت الشنط يا عباس شفت بيعمل دماغه زي القلقاسه ازاي رماها رميت الشنط رماها المفتري عاجبك كده لما يجي لك خط البرد كده كده كلك كده ميه ايه ده كده عاجبك كده منظرك انت يا عم الشنط فين انت ده مرض نفسي حضرتك يا ستي مرض نفسي ايه وانا ولا مرض ولا اعرف مرض نفسي ولا جلدي عايز حاجه بتاعتي خلاص عمال تزعق عايز حاجه خلاص عايز حاجه انت عايز حاجه ايوه عايز حاجه انا ماليش دعوه بالمرض نفسي ولا جلدي بس اهي يلا بقى بلا عرف لو سمحتي يا مدام مادموزيل لو سمحتي لو سمحتي يا مادموزيل كان في شنطه هنا فيها حاجات واخدت الرقم ده امانات ايه ده يا عباس عباس يا بلعوتي يبقى عملها عمل ايه يا هاني هاني ايوه تعالى يا هاني تعالى ايوه لسه ذكريك عباس البلوتي فين؟ ما شفتوش انا كنت جوه لا فين يعني راح فين؟ ليكون عملها عمل ايه؟ قطع دراعي انك انا عملها
عمل ايه يا مدام؟ اعمل ايه في عباس البلعوتي ده؟ اكيد عملها. هو كده عملها فعلا. عمل ايه يا مدام؟ قطع دراعي لو ما كانش عملها. عمل ايه يا مدام؟ مادموزيل لو تكرمتي. عمل ايه يا مادموزيل؟ عباس البلعوتي ده ابن البلعوتي، كان صاحب المحل ده، ومحلات تانية جنبينا هنا خدوها عملوها كفتة. انا كمان اشتريت ده. الولد زي ما تقولي حازز عليه انه ازاي بابا كان صاحب المكان ويشتغل هنا موظف، فتقولي حضرتك مكدود. فاهمة ازاي؟ يعني ايه مكدود؟ يعني تبقيه قاعد بس مكدود كده ومش قادر وبيبقى صعبان عليه، واحيانا بيهيم على وجهه. هو حضرتك اكيد هام على وجهه. خدت الاكياس يا عباس بتاعت الناس ورحت رميها في النيل عند الحته المهوصه هناك دي، مش كده؟ من صغره يحب الحته المهوصه عند النيل، كان يقف بسناره وصغير يصطاد سمك، ولما كبر جت له الحكايه بتاعت انه يهيم على وجهه بعد بابا بتبوتي والعطعوتي وقرايبه ناس هاي هاي هاي. اخس عليك اخس كده كده، بقيت عسره كده. خد البس دي تتدفى. شنط لصنع يا مجالكي ارفع الدلالين على ايدي. ايه اتفضل حديتك اربعه مش كده؟ ايوه يا فندم. هو اداك نمر اربعه ومشي؟ اداني نمر اربعه، معرفش بقى مشي ولا مشاش، هو كان قاعد هنا. يا خبر يا ميشو يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيني بلال. حضرتك انا عايز افهم فيه بالظبط؟ يبقى عملها حضرتك. عمل ايه يا فندم حضرتك؟ يا هاني ايوه تعالى. ايوه انت زكريا دلوقتي انا عايز اعرف حاجه وبصراحه. أيوة. ما تلفش ولا تدور عليا عشان الراجل ده محترم. ايوه ميشو فين؟ مش عارف، انا كنت جوه ما خدتش بالي. ايه جوه دي؟ اكيد عملها انسه ذكيه. عمل ايه؟ عمل ايه؟ مضطر اقول لحضرتك بيهيم على وجهه. بيه؟ بيهيم على وجهه. يعني ايه يا فندم بيهيم على وجهه؟ يعني حضرتك الولد ده، احكي لك الحكايه بس ارجوك تصبر عليا وما تتضايقش مني. حضرتك مش عايز اسمع حكايات، انا عايز الشنط بتاعتي. الولد ده حضرتك بابا كان غني غني جدا، المحل ده محل من ضمن محلاته، انا كنت شغاله عنده، انا اشتريت منه المحل والاب توفى وبقى الولد ده مش لاقي شغل، فانا شغلته عندي بعد كده. تصور ولد كان صاحب مال يتحول الى انه بشغال عندي، فجت له العقده حضرتك، جه له لحظه وبياخد اي كياس من الناس يركنها جنبه وتلاقيه عامل اوف واخد الاكياس ويمشي وعن مين حضرتك ويروح رميها عند الدواريه. يعني بتقول ايه يا فندم؟ على ايه؟ هقول لحضرتك. على ايه؟ على ايه؟ ما هو بيجي له الحاله. يعني انا عايز اسال، انا الشنط بتاعتي دلوقتي مرميه في النيل؟ يا نجاتي ارفخ البلالين عشان عيد الميلاد. هو يوم غريب انا عارفه. الاستاذ في منتهى الشياكه بصراحه. انت في منتهى الادب في منتهى الذوق ومش عارف اعمل لك ايه. مش عارف اعمل لك ايه. الشنط بتاعتي هيك بعدين. يا نجاتي ارفخ البلالين عشان عيد الميلاد. يا لسه لو سمحت بعد اذنك. مين اللي برا؟ لو سمحت بعد اذنك. مين؟ تعالى شوفي الهدوم بتاعتي لو سمحت. مين اللي برا حضرتك؟ مين؟ ما تيجي تكلميني هنا. طيب حضرتك مين؟ طب ما تيجي هنا وتشوفي مين. طيب بتاع ايه حضرتك اللي برا؟ بتاع الشنط اللي اتاخدت من هنا. مين اللي خد منك الشنط؟ ما تيجي تكلميني. طيب أمر حضرتك. لو سمحت عايز الشنط بتاعي. ما حضرتك قلت لك. انا مش سمعت. الولد اسمها حضرتك. الولد بيهيم على وجهه. ما فيش ايه بيهيم على وجهه دوت؟ ماليش دعوه انا. بيهيم على وجهه. اهو كده يا ميشو. كده يا ميشو. يا نهار اسوح. كده عسره كده ميه كده ومزيبط كده. يا ميشو الشنط انت خدتها فين؟ انت يا ميشو كنت هايم على وجهك؟ رميت الشنط في النيل. ايه هايم على الشنط بتاعتي رميتها في النيل؟ ده الشنط اللي خدتها من الاستاذ رميتها في النيل عند المزلقان المدور. لا ده كده نصب بقى. ما تعودش تقول لي الامانه يا زكريا. عايز ايه؟ فين الامانه؟ الامانه اهي. خد. شكرا. في ايه؟ كده ميه
بص بقى مين؟ انا ماليش دعوه اخس ولا مش اخس، انا عرفت منك ده فاشل. فاشل انا مالي فاشل؟ انا مش فاشل، انا عايز الكابتن اللي كان هنا. تمام لا 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 بعد اذنك. لا 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 معلش. لا مفيش معلش. انت مش همك الفلوس اللي هنا ولا ايه؟ انت بتسوق الست. اه اضربك كمان. بقول لحضرتك مفيش تقوليلي. انا حطيت هنا كيسين، ايوه فيهم لبس، ايوه ب 800 جنيه، ايوه ده خدهم ومشي. ايوه ما انا بقول يا اضربك يا اضربه، مش هيهمني وهتفكري نفسك سبت اخاف مني. لا حضرتك انا بكلمك باحترام. بصي انا مفيش احترام، انت ما خدتش احترام، انا عرفت من شكلك ده عاجبك. انت بتسرح عيال في الاتوبيسات بقى. انا عليك بصرح ايه؟ عيال بصرح عيال. اه ومسرح الافندي ده يعني ايه ده؟ فلوس يال. لا لا حرام يال. حرام استناني استناني. مش 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 يا يلا شو الفلوس ليه وصلتنا لكده؟ وصلت ليه؟ للي حصل ده. يا سلام ملاك. خلاص خلاص تعب. ده انت اتعورت بجد. استنى استنى. اتعور؟ اتعور والله. الفقره دي اتصورت. اه كويس. اه بعد الضرب ده والبهدله اللي انت عملتها لنا دي. اه احنا عايزين نزيع. لو انت مش عايز تزيع نزيع يا عم. الفقره دي احنا صورناها. لو انتوا عايزين تزيعوا قولوا نزيع، مش عايزين تزيعوا نرميها. احنا عايزين الشنط الاول. اه الشنط طبعا هتاخدها وكل حاجه. تزيع ولا ما تزيعش؟ لو انت مالكش رغبه خلاص لا تزيعش. اتفضل حضرتك زيع. ازيع اللقطات اللي واخدينها كلها طابعيه.